مرحبا بكم متابعينا في قناة كاليفورنيوم. تنقسم السفن الحربية عموما إلى عدة فئات، وهي حاملة الطائرات، الطرادات والمدمرات والفرقاطات والغواصات والسفن الهجومية البرمائية والبوارج. ومن بين جميع السفن الحربية التي تم بناؤها على الإطلاق، أي السفن الحربية برأيك أكبرها جميعا؟ في هذا الفيديو سنتعرف معا على أكبر 10 سفن حربية تم بناؤها على الإطلاق. فقبل أن نفعل ذلك، لا تبخلوا علينا متابعينا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلك فيديوهات مختلفة حول الثقافة العسكرية، وشكرا جزيلا لكم. في المركز العاشر، أكبر سفن حربية تم بناؤها على الإطلاق هي تشينانو، والتي كانت حاملة طائرات بنيت من قبل البحرية الإمبراطورية اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية. تم وضعها في مايو 1940 كثالث البوارج من فئة ياماتو. جزئيا تم تحويلها إلى حاملة طائرات. كانت تشينانو أثقل حاملة طائرات تم بناؤها على الإطلاق، وهو رقم قياسي احتفظت به حتى 81,000 طن مترية. تم بناؤه لطاقم مكون من 2400 فرد. تم تصميمها لطاقم للضباط والجنود. أزاحت 69,151 طنا، ويبلغ طولها الإجمالي 265.8 متر، وعرضها 36.3 متر. تحتل جاندونغ المرتبة التاسعة في قائمة أكبر 10 سفن حربية على الإطلاق في التاريخ. تشاندونغ هي حاملة طائرة صينية تم بناؤها في 26 أبريل 2017 لصالح الشعب البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني. يعتمد تصميم حاملة الطائرات إلى حد كبير على أول حاملة طائرات صينية يونين، والتي كانت كذلك بنيت من بدن كامل جزئيا لحاملة الطائرة السوفيتية من طراز كوزيستوف فارياج، ويبلغ طوله 305 مترات تقريبا، وتبلغ إزاحتها حوالي 70,000 طن عند اكتماله. يمكن أن تحمل ما مجموعة 36 طائرة. ثامن أكبر سفن حربية التي تم بناؤها على الإطلاق هي البوارج من فئة ياماتو. كانت هذه البوارج عبارة عن بارجتين تابعتين للبحرية الإمبراطورية اليابانية، وهما ياماتو وموساشي، وضعت قبل الحرب العالمية الثانية. كانت البوارج المكتملة هي الأثقل بزحم ما يقرب من 72,809 أطنان. شيدت من أي وقت مضى. يبلغ طولها الإجمالي 263 مترا، وعرضها 38.9 متر. تم تجهيز فصل بتسع مدافع بحرية عيار 460 ملم، يبلغ وزن كل منها 1460 كيلوغراما أو 3220 رطلا. يسير مدى القذيفة إلى 42 كيلومتر أو 26 ميلا، مما يجعله أكبر سلاح بحري تم تركيبه على الإطلاق. في الرقم 7 لدينا حاملة الطائرات من طراز فورستال، والتي كانت عبارة عن أربع حاملة طائرات صممت وصنعت للبحرية الأمريكية في الخمسينات. كانت فئة فورستال هي أول فئة مكتملة من الناقلة الخارقة التابعة للبحرية، كما يطلق عليها بسبب حمولتها العالية بشكل كبير والتكامل الكامل لسطح المائل جزيرة كبيرة جدا، والأهم من ذلك جناحها الجوي القوي للغاية. هذه الفئة من حاملة الطائرات أزاحت 81,000 طن، ويبلغ طولها الإجمالي 301.7 مترا. رقم 6 في القائمة لأكبر 10 سفن حربية على الإطلاق تم بناؤها في التاريخ من خلال الإزاحة هي يو اس اس جون اف كينيدي سي في 67. إنها آخر ناقلة بحرية ذات دفع تقليدية، وهي نوع مختلف من فئة كيتي هوك. أزاح هذا الناقل الفائق 82,655 طنا، ويبلغ طوله الإجمالي 321 مترا، أي 77 شعاعا، ويمكن تركيب أكثر من 80 طائرة في هذا الناقل. بعدما يقرب من 40 عاما من الخدمة في البحرية الأمريكية، تم سحب كينيدي رسميا من الخدمة. خامس أكبر سفن حربية تم بناؤها على الإطلاق هي حاملة الطائرة الخارقة من طراز كيتي هوك التابعة للبحرية الأمريكية، بحرية الولايات المتحدة، التي دخلت الخدمة في عام 1961 حتى عام 2009. إنها ناقلة الفورستال المحسنة. أكبر اختلافات عن الفورسترال هي الطول الأكبر والموضع المختلف. المصعد اثنان في الأمام من الجزيرة، واحد في الخلف من الجزيرة، والأخرى على ميناء المؤخرة. عند التحميل الكامل
يمكن انتزاع حافية الناقلة الفائقة هذه 83,090 طنا قياس 300 مترا إجمالية وعرضها 86 مترا يمكنها استيعاب أكثر من 90 طائرة. التالي في المرتبة الرابعة فوجيانا أو حاملة الطائرة الصينية من نوع 003 في 17 يوليو 2022، هي أول حاملة طائرة صينية بتصميم محلي بالكامل. تشير قياسات مبكرة إلى أن طول النوع 003 يبلغ 316 مترا أو ما يعادل تقريبا طول سفينة جيرارد فورد من طراز البحرية الأمريكية. قد يكون نزوح السفينة أكثر من 85,000 طن وفقا للتقارير الاستخباراتية السابقة ووسائل الإعلام الصينية. عند الانتهاء سيكون الطراز 003 وفقا للمحلل روبرت فارلي الأكبر وحاملة الطائرات الأكثر تطورا على الإطلاق التي تم بنواها خارج الولايات المتحدة. بعد ذلك لدينا في القائمة USS Enterprise CVN-65، كانت أول حاملة طائرة تعمل بالطاقة النووية والثامنة في البحرية الأمريكية. إنها أطول سفينة بحرية تم بنواها على الإطلاق. إنتربرايز هي السفينة الوحيدة من الفئة التي كان من المقرر أصلا أن تضم 5 آخرين سفن. إن إزاحتها البالغة 94,781 طنا تصنف فئتها على أنها الثالث أثقل فئة حاملة الطائرات، ويمكن استيعاب أكثر من 90 طائرة. وكان لدى الإنتربرايز طاقم من حوالي 4,600 جنديا. بعد 55 عاما من الخدمة تم الاستغناء عنها في 3 فبراير 2017. ثاني أكبر سفينة حربية تم بنوها في التاريخ على الإطلاق هي فئة جيرارد إيرفورد، وهي فئة من الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية والتي تم إنشاؤها للبحرية الأمريكية. سميت هذه الفئة من حاملة الطائرات على اسم الرئيس الأمريكي السابق جيرارد فورد. ستكون الحاملة قادرة على حمل ما يصل إلى 90 طائرة بما في ذلك F-35 جوين سترايك، مقاتلة الـ E-2D أدفانست هاوكي، FA-18E سوبر هورنت، والطائرة الهجومية والطائرة الهليكوبترز MH-60RS، بالإضافة إلى المركبات الجوية والمقاتلة بدون طيارة. عند التحميل الكامل يمكن أن تزيح فئة الناقل هذه 100,000 طن قياس 337 مترا إجماليا، ويبلغ شعاعها 78 مترا. أخيرا في المركز الأول فئة نيمز مع حمولة إزاحة كاملة تبلغ 106,300 طنا، وهي الأثقل في العالم في السفن الحربية. يتميز الناقل الفائق الذي يبلغ طوله 332.8 متر بسطح طيران مساحته 4.5، وترتفع كل سفينة 20 طابقا فوق سطح الماء، ويمكن أن تستوعب من 3000 إلى 3200 سفينة الشركة، 1500 جناح جوي و500 طاقم آخر. أمرت الحاملة الطائرة من فئة نيمز بتكملة حاملة الطائرة التابعة لكيتي هاوك وأنتربرايز للحفاظ على قوة وقدرة البحرية الأمريكية. بعد إيقاف تشغيل الناقلات الأقدم منذ السبعينات، شاركت شركة النقل من فئة نيمز في العديد من السرعات والعمليات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك عملية إيجل كلاو في إيران وحرب الخليج ومؤخرا في العراق وأفغانستان.